وأنا ننتقل بحضراتكم إلى مدينة العالمين الجديدة لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط. فدايما الأماكن الجديدة أو بنسميها الديستنيشن براندينج بتبقى مهمة قوي، إنه زي كل منطقة نقدر إن إحنا نعرف فيها ميزات مختلفة. لما نبص على العالمين بنلاقي إن في ميزات متعددة، مش بس البحر، مش بس الفنادق، ولكن جامعات. فأعتقد إن ده تميز مهم جدا في المدينة هنا. يمكن كحكومة جديدة من 3 أسابيع أو يمكن من شهر، ولكن هذه الحكومة، وأنا سعيدة أنه أنا جزء من الحكومة الجديدة، بس كمان ليا ملفات فيما سبق سواء كانت سياحة أو تعاون دولي، دلوقتي تخطيط وتعاون دولي. ويمكن ناس كتير قوي بتسأل هو ليه حصل الدمج ما بين وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي، وحابة أقول أنه دايما الدولة بيبقى ليها رؤية، الرؤية دي بننفذها من خلال استثمار، انفاق استثماري مهم جدا، ولكن دمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي بنقدر نقرب المسافة ما بين الرؤية الوطنية وكمان علاقتنا وشراكتنا مع المؤسسات والدول المختلفة. ويمكن من سنة 2014 شهدنا في ملف التعاون الدولي تنوع كبير جدا، عندنا مع كل الشركاء في الوقت الحالي وعبر السنوات ثقة قدرنا ان احنا نبنيها من خلال مشروعات متعددة، مشروعات الطاقة الجديدة ومتجددة اللي سمع عن بنبان، مشروعات لها علاقة ايضا بتدوير المية زي محطة بحر البقر او المحسمة. لما نبص على مشروعات زي التأمين الصحي الشامل، تكافل وكرامة، فكل هذه المشروعات هي رؤية وطنية، ولكن أيضا قدرنا أن احنا ننفذها مع شركائنا الدوليين. الفترة دي التركيز بشكل أساسي على ملف تنمية بشرية وعلى ملف تنمية صناعية، والاثنين مرتبطين ببعض. ليه؟ لأنه من خلال بناء الكوادر وخصوصا الكوادر الشابة هنقدر أن احنا نعظم من فرص الصناعة، وده اللي احنا طالبينه ومحتاجينه في الوقت الحالي علشان نقدر نشغل قدر أكبر طبعا من الشباب والمواطنين، ونقدر أنه النمو الاقتصادي والاقتصاد المصري يبقى متنوع، وهو حقيقي متنوع، عندنا فرص كبيرة جدا. وفي الفترة دي أيضا فكرة القطاع الخاص والاستثمار بيشغل بالنا بشكل كبير. وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الفترة دي بتركز بشكل أساسي مع بقية الحكومة، وكلنا بنشتغل مع بعض. ويمكن المجموعة الاقتصادية الجديدة من أول يوم لما بنروح مجلس النواب عشان نتكلم مع بعض عن برنامج الحكومة وهننفذه إزاي وهننسق إزاي مع بعض، يمكن كلنا مهتمين وحاطين 3 ركائز رئيسية: إزاي يفضل فيه استقرار في الاقتصاد الكلي، إزاي نقدر إن إحنا يعني ننفذ بعض الإصلاحات اللي تفسح المجال للقطاع الخاص، ونمرة 3 ازاي نقدر نقوي من علاقتنا وشراكتنا مع الدول المختلفة والمؤسسات الدولية المختلفة. الحديث يطول، عندنا أهداف مهمة. فخامة الرئيس مدينا كلنا يعني في الاجتماع المجمع اللي تعمل بعد حلف اليمين انه أهم شيء هو المواطن، إزاي نقدر نشتغل مع بعض من خلال خطط، من خلال برامج، من خلال مشروعات في تنفيذ خدمات تخدم المواطن المصري، إزاي نفكر في سياسات نقدر من خلالها نشجع القطاع الخاص، نشجع الاستثمار الأجنبي، إزاي نحن نقدر نولد تشغيل، ومش بس في المدن الكبرى، ولكن أيضا نبقى موجودين في المحافظات المختلفة. ويمكن عندنا أكتر من مبادرة في الفترة المقبلة، ويمكن كنت لسه بتكلم مع الشباب وإحنا داخلين على مبادرة شباب بلد. دي مبادرة يعني مصرية ولكن بمظلة أممية مع الأمم المتحدة، وبإذن الله مع يعني المدير التنفيذي ورئيس شركة المتحدة نقدر إن إحنا نعمم معرفة كل الشباب بهذه المبادرة الهامة جدا. فضيفة مرسي.
مساء الخير عليكم جميعا. طبعا يعني انا سعيد بوجود الدكتورة رانيا مشرط النهارده هنا، واحنا يمكن النهارده جايبينها بناخد جوله في مدينه العالمين، وكنت لسه متكلم معاها ازاي ان المهرجان سنه عن الثانيه بيبقى فيه تطور عن السنه اللي قبليها. السنه الجايه كمان بنطمح انه ان شاء الله يبقى معانا انترناشونال ستارز او ستارز من كبار من بره. يمكن كنا برضو بنتكلم عن التعاون ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الشركة المتحدة في المرحلة المقبلة، وإن شاء الله أفاق التعاون والتكامل. أنا دايما حابب أقول إن إحنا شغلتنا إن إحنا نتكامل مع الوزارات، شغلتنا إن إحنا الحاجات الكويسة اللي في البلد نغطيها ونغطيها بشكل كويس ونساعد على انتشارها. بشكر الدكتور رانيا مشاط وميرسي جدا على حضورك. مساء الخير، برحب بحضراتكم. انا خلود الرفاعي من رئيس القناه دي ام سي. الحقيقه هو سؤال مركب، شايفين تكاتف كبير جدا بين جهات الدوله المعنيه، وخصوصا التعاون بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه والجهات جهات الدوله المعنيه. في سياق او في هذا السياق، استراتيجيه الوزاره في زياده استثمارات الطاقه النظيفه المتجدده، خصوصا ان مدينه العالمين الجديده في طريقها لتتخطى وتتفوق مدن الجيل الرابع. بشكرك جدا على السؤال ده. يمكن لو انا عايزه لو حد بيسال بصفه عامه، هي الحكومه بتركز على ايه هي اهم السياسات، يعني او ايه الخطط الوطنيه مبنيه على ايه. في ثلاث حاجات عايزه الكل يبقى عارفها. اول حاجه ان الاقتصاد يبقى شامل. اما نقول اقتصاد شامل معناه ايه؟ معناه انه كل الفئات ممثلة. فأما بنفكر في النمو الاقتصادي، أما بنفكر في مشاريع، لازم يبقى الشباب ممثلين، لازم المرأة تبقى ممثلة. فدي نقطة هامة جدا، كلمة الانكلوسيف جروث أو النمو الشامل. الجزء الثاني اللي مهم جدا، القطاع الخاص يبقى ممثل وموجود وفاعل وله دور. والجزء الثالث اللي انت بقى بتركزي عليه، وهو التحول الأخضر، حكاية أنه يبقى دايماً الاقتصاد. والنهاردة ما نقدرش نعمل أي مشروع قطاع عام أو قطاع خاص إلا وفي معايير بيئية ومناخية خضراء. ما نقدرش النهاردة أي شركة صغيرة أو كبيرة يبقى ليها تمويلات من الخارج أو من البنوك إلا إذا كان فيها الجزء اللي خاص بالاستدامة أو التحول الأخضر. فأنت حطيتي إيدك على حاجة مهمة جداً، التحول الأخضر أو الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال تدوير أو الاستخدام الموارد الطبيعية بشكل أمثل. دي كلها الحقيقة أولويات مهمة موجودة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ودي اللي من خلالها بنقدر. لو هتكلم على الجزء الآخر من الوزارة، هو التعاون الدولي، نبقى مقنعين لشركائنا سواء كانت مؤسسات أو دول. لو منبص على مشروعات كتيرة جدا عندنا، حاجة زي الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر في شراكات مهمة مع دول كبيرة، الاتحاد الأوروبي، كان لسه عندنا مؤتمر الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر يونيو. دي القطاعات اللي بنقدر من خلالها نجتذب استثمارات للقطاع الخاص والقطاع الأجنبي، ولكن في نفس الوقت بيبقى ليها بعد محلي مهم جدا من خلال المهارات والتدريب وايضا فرص العمل والتصدير، وزي ما قلت قبل كده الركيزه الاخرى وهي التنميه الصناعيه اللي كلنا شغالين كدوله وباجهزتها بانه يبقى ده المحور او الاهداف الرئيسيه للدوله في الفتره الجايه. مساء الخير على حضراتكم، برحب بحضرتك طبعا معالي الوزيرة. أنا محمود جميل من القناة الأولى. يمكن سؤالي، إحنا شايفين قد إيه مهرجان العالمين بيسلط الضوء على الإنجاز والمشروعات المختلفة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. حابين نتعرف من حضرتك أكتر عن الخطط الاستثمارية اللي من شأنها هتزيد من الفرص الاستثمارية والاستثمارات في مدينة العالمين الجديدة، والأثر الإيجابي اللي هيعود من مهرجان العالمين الجديدة على زيادة الاستثمار في مدينة العالمين. سؤالي للأستاذ عمرو الفقي عن أهمية حرص حضراتكم على التعاون مع وزارة التخطيط والمشروعات أو الخطط اللي ممكن نشوفها مستقبلا لزيادة الاستثمار أيضا في مدينة العالمين الجديدة. شكرا لحضراتكم.
أنا بس عايزة يمكن في البداية أتكلم على يعني قطاع السياحة وهربطه باللي حضرتك سألت فيه. لما نبص على في حاجة دايما اسمها مضاعف التشغيل، كل فرصة عمل مباشرة في قطاع السياحة بتولد قصادها 4 فرص عمل غير مباشرة. وبالتالي لما بص على مدينة زي مدينة العالمين تعتبر زي ما احنا شايفين، غير انها الهدف انها تبقى مدينة طول العام، هي مدينة سياحية بتفوق فيها أنشطة مختلفة. موضوع المهرجانات السنوية أيضا بتخلق رواج، بتخلق معرفة بديستنيشن جديدة. وزي ما احنا عارفين في العالم كله السياحة مبنية على فكرة المقاصد والميزة اللي بتخلي مقصد مختلف عن الآخر. فأعتقد أنه اللي حصل في السنوات الماضية البسيطة جدا قدر يخلق يعني عايز أقول مكان متميز جدا للعالمين في وسط مدن كتيرة. ده لوحده فرصة استثمارية كبيرة جدا. أنا عايز أقول لك إحنا لما بنسافر دايما بنلاقي إنه كتير جدا بيسألونا إحنا نفسنا نروح للعالمين، نفسنا نشوف الساحل الشمالي، أنتوا عندكم كذا. فأعتقد إنه اللي حصل من خلال الترويج لهذه المدينة بيخلق فرص مهمة جدا، زي ما شفنا أكتر من جامعة دولية موجودة. فده معناها إنه التعليم، الترفيه، السياحة، فكلها الحقيقة أنشطة مهمة، ولكنها في الآخر بترجع لفكرة التنمية الاقتصادية. لأن أنت في التنمية الاقتصادية محتاج العنصر البشري، محتاج الاستثمار، محتاج أن أنت تقدر تصدر. وعايز أقول لك أنه اللي بيحصل هنا بيعتبر أيضا نوع من أنواع التصدير، لأن أنت بتصدر منتج مهم جدا، وبتعتبر في ميزان المدفوعات ايضا صادر او يعني جزء تصديري مهم جدا جدا. مش عارفه بقى استاذ عمرو اللي اتفضل. يمكن بالنسبه للحته بتاعه التعاون ما بين الوزاره وما بين الشركه المتحده، يمكن احنا كنا لسه بنقول انه في مبادره من شباب بلدنا من الوزاره هيكون بالتعاون مع الشركه المتحده. الحاجه الثانيه انا عايز اقولها انه المدن الساحليه والمدن السياحيه الانترتينمنت جزء كبير جدا من الاقبال عليها. لو مفيش وسائل ترفيه، لو مفيش فاسيليتيز موجوده للناس عشان يجوا يخرجوا ويتفسحوا وبتاع، طبعا بيبقى الوضع مختلف. واحنا يمكن السنه دي والسنه اللي فاتت قدرنا نجذب اخواننا العرب من الدول العربيه. السنه الجايه ان شاء الله هنحاول اكتر مع الناس في اوروبا وامريكا ان هم يبقوا موجودين عن طريق وجود انترناشونال ستارز في التورز بتاعتهم، في تبقى العالمين جزء منها ان شاء الله. مساء الخير، ازي حضرتك؟ ندى سرور، مراسلة اكسترا نيوز. يعني النهارده كان في لقاء مع وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، هل سيكون هناك استثمارات ما بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة؟ شكرا لحضرتك. بشكرك. وطبعا يعني ده يمكن كانت زيارة مهمة، وكان في مقابلات مع اكتر من وزير، وطبعا مع دولة رئيس الوزراء النهارده والوفد السعودي. يمكن المملكة العربية السعودية من البلدان اللي ليها استثمارات كبيرة في مصر، وكان الحديث النهاردة عن اتفاقية ما بين مصر والمملكة في التجارة ما بين البلدين. فدي نقطة مهمة، وده من وأيضا يعني اتفاقية استثمارية، فده هيزود الاستثمارات السعودية في مصر. وكان في زي ما شفته في او تابعته من الاجتماع مع رئيس الوزراء، كان في كلام ايضا على فكره مبادله بعض القروض الخاصه بالمملكه باستثمارات. فدي برضو اعتقد انها خطوه ايجابيه كبيره جدا. النهارده في برنامج الحكومه
بتوجيهات فخامة الرئيس وبالتنسيق ما بين الوزارات المختلفة، موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر، موضوع اللي احنا يعني ان القطاع الخاص يبقى له دور أكبر في الاقتصاد. أعتقد دي أكبر أولوية لينا كلنا، وبنشتغل بشكل متناغم جدا، سواء كانت السياسة المالية، السياسة النقدية، الإصلاحات المختلفة اللي بنعملها لإتاحة الفرصة لاستثمارات أكبر من القطاع الخاص. فأعتقد أنه زيارة النهاردة كانت زيارة مهمة، زيارة جاية مع بداية الحكومة الجديدة بهذا التوجه الجديد، وبإذن الله يبقى ليها نتائج إيجابية في القريب العاجل. محمد زهران، قناة سي بي سي. يمكن فترة وجيزة تحولت مدينة العلمين من مدينة الغام إلى مدينة أحلام، فترة وجيزة جدا، متكلم عن أقل من 6 سنوات. عايز أعرف دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يخص هذه الألغام، وكيف يمكن الترويج لهذه المدينة من خلال الزيارات المتعددة لكبار المسؤولين. شفنا من يومين زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف يمكن استغلال هذه الفرص للتسويق بشكل دولي لمدينة العلمين؟ بشكرك على السؤال ده، وفعلا المدينة دي كان فيها يعني زي ما قلت من الحرب العالمية الثانية ألغام. احنا كوزارة تعاون دولي، بقى هتكلم الجزء اللي قبل الدمج، شراكات مهمة جدا مع وكالات ومؤسسات دولية كبيرة لمساندة مصر او التكامل مع مصر في يعني الانتهاء من وجود الألغام في المنطقة. وفي جزء تاني انه ضحايا الألغام اللي هم موجودين في بعض الأماكن في مطروح، في حاجة مهمة ليها علاقة بال الأجهزة التعويضية، علشان طبعا في بعض المتأثرين من الألغام عبر سنوات عديدة. ويمكن فخامة الرئيس برضو مركز في الفترة دي على إنشاء مجمع متكامل لصناعة الأطراف الصناعية، وده مش هيخدم بس جمهورية مصر العربية، ولكن هيخدم يعني أماكن أو دول حوالينا متأثرة بأثار الحروب والكلام ده كله. فأعتقد المثل اللي موجود في مصر مثل مهم، نمرة واحد إنه قدرت تزيل ألغام وتضع مكانها زي ما احنا شايفين هنا حوالينا مكان مؤهل للاستثمار، مكان مؤهل للأنشطة المختلفة، مكان مؤهل إنه يبقى مدينة للعام كله، مش بس مدينة وقت الصيف. فدي ده مثل مهم جدا. الجزء الثاني انه ازاي التحدي ده اصبح فرصة مش بس لخدمة الاهالي في مطروح، ولكن ايضا في الاماكن. وهنا عايزة اذكر طبعا القوات المسلحة، لان في مركز العجوز للاطراف الصناعية ده بيلعب دور هام جدا وساعدنا بشكل كبير ايضا في المحافظه. اما سؤالك الثاني عن الترويج للمنطقه، كلنا عارفين ان النهارده وسائل الترويج مختلفه جدا عن كذا سنه فاتت. النهارده بقى السوشيال ميديا والصوره اللي بتتاخد ازاي بتلف في كل مكان. فطبعا زياره المسؤولين الكبار هنا بتدي نوع من انواع المصداقية للمكان، بتدي أيضا بعدين تكرار الزيارات، يعني مش هي زيارة واحدة ويعني الاجتماع، ولكن هي تكرار الزيارات. احنا شفنا ده سنين كتيرة، شهور كتيرة، يعني مسؤولين مختلفين، بلاد مختلفة، كل ده بيشجع في خلق الصورة الذهنية الإيجابية مش بس للمنطقة ولكن للبلد بشكل عام. وأعتقد هو ده يعني الفايدة المباشرة وغير المباشرة من وجود مش بس الزيارات ولكن مهرجان العالمين. احنا عارفين انه فكرة الترفيه بتلعب دور كبير جدا جدا برضو في خلق الصورة الذهنية، الاستقرار، الامن، قدرة الكل ان هو يبقى موجود في مكان واحد بشكل فيه تلقائية واريحية. فاعتقد ان كل ده يعني حاصل بالفعل، مش بس خطط ورؤى ولكن اتنفذ بالفعل. فده برضو امر ايجابي ومهم جدا في الفتره دي.
خالد رزق من قناه اون تايم سبورتس، عم برحب بيكم. يعني الواحد فخور ان هو بيشوف مدينه العالمين الجديده، كمصري بالتاكيد بفتخر بهذا الشان. ولكن سؤالي هنا، طبعا هناك مبادرات عديده مع الوزارات المختلفه، فهل هناك تعاون مع وزاره الشباب والرياضه ليكون في مستقبل رياضي مهم جدا في العالمين الجديده، خاصه ان الرياضه من الاشياء اللي بتجذب السياحه بصوره كبيره جدا وبيكون في تواجد ليها قوي جدا؟ شكرا. يعني عايزه اقول حاجتين، ويمكن برضو لكل اللي بيسمعونا، خطة الدولة فيها انفاق استثماري. انفاق استثماري ده بيروح فين؟ وعايزة اقسمه ثلاث حاجات عشان كله يبقى فاكر. احنا بنصرف 42% من انفاقنا على التنمية البشرية، والرياضة موجودة في التنمية البشرية. ففكرة انه في المحافظات يبقى في اماكن للشباب، فكرة انه مبادرات مختلفة، فكرة النوادي، فكرة الاستادات، كل ده في جزء من مخصص من الانفاق الاستثماري للدولة رايح للجزء ده. ففي 42% من الانفاق رايح للتنمية البشرية، داخل فيها الرياضة. عندنا 37% للتنمية الصناعية، وعندنا 21% للمحافظات، والمحافظات برضو داخل فيها بشكل اساسي التركيز على الشباب بما فيها الرياضة. فبالعكس بتعتبر أولوية. إحنا من خلال شغلنا في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عندنا تعاون وثيق جدا مع وزارة الشباب والرياضة، ويمكن المبادرة اللي اتكلمنا عليها من شوية، مبادرة شباب بلد، دي كانت تحت رعاية أو هي ما زالت تحت رعاية فخامة الرئيس. وفي الفترة الجاية هيبقى في تركيز كبير جدا انه ايه هي العوائد والتدريبات المتاحة للشباب في المحافظات المختلفة، سواء كان فيها تدريب، سواء كان فيها يعني مشاركة في صناعة قرارات معينة في أماكن الخاصة بالشباب، بالنوادي، الكلام ده كله. فبإذن الله هتبقى فيه لينا فرصة في الفترة الجاية نسلط عليها الضوء بشكل كبير. اتفضل يا محمد. احمد غنيم، قناه الحياه. كنا عايزين نتكلم عن الفتره الجايه بالنسبه لاستثمارات الدوله في الطاقه النظيفه والهيدروجين الاخضر. يعني احنا كمصر فخورين جدا ان احنا استضفنا مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ سنه 22. ويمكن النهارده الفكره زي ما كنت بتكلم مع خلود، مش كده؟ في انه الطاقه الجديده والمتجدده او فكره التحول الاخضر بقى عنصر اساسي في استراتيجيات اي دوله، وفي علاقه اي دوله بمستثمر او اي دوله مع دوله اخرى. احنا عندنا مستهدفات وطنيه بتتماشى مع الاعراف الدوليه. سنه 2030 مفروض 42% من الطاقة المستخدمة تبقى طاقة جديدة ومتجددة. ده معناها أنه محتاجين استثمارات في الطاقة الجديدة، سواء كانت طاقة رياح، طاقة شمسية. وطبعاً الطاقة الجديدة والمتجددة هي اللي بتخلق الفرصة للهيدروجين الأخضر. ويمكن زي ما قلت عندنا أكتر من مشروع في الهيدروجين الأخضر، وده بيحصل من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال صندوق مصر السيادي، وأيضا شراكتنا مع دول مختلفة، على آخرها طبعا أو آخرها كان مع الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار اللي كان في نهاية شهر يونيو هنا في القاهرة. وحضراتكم يعني تابعتوا قد إيه في اهتمام من المستثمرين الأوروبيين دول مختلفة في إنه يبقى في الهيدروجين الأخضر أحد القطاعات اللي بتقدر تجتذب منها يعني استثمار. طبعا الدولة في الوقت الحالي في استراتيجية الهيدروجين الأخضر برضو تم إعدادها من خلال البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، فده الجزء اللي خاص بالتعاون الدولي. فعندنا الخطة الوطنية فيها ده، وبعدين التعاون الدولي بتيجي مع الشراكات أو التكامل مع المؤسسات الدولية. فإن شاء الله يبقى لينا فرصة، لأنه ده يعني مجال كبير جدا جدا جدا، ولكن هي موجودة في خطة الدولة وكمان موجودة في شراكتنا مع الدول والمؤسسات المختلفة. دكتور، أهلا بحضرتك. المبادرات الرئاسية يعني الفترة اللي فاتت كبيرة جدا وموجودة في كل مكان على أرض مصر، ويمكن الأهم والأبرز طبعا حياة كريمة. ف
فاسهامات الوزاره، اسهامات الوزاره في المبادرات الرئاسيه وفي حياه كريمه برضو كنا حابين حضرتك تكلمينا عنها اكتر، والفتره الجايه ايه اللي ممكن يحصل كمساهمات من الوزاره في المبادرات الرئاسيه وطبعا حياه كريمه. بشكرك. خليني اتكلم الاول على مبادره حياه كريمه وبعدين هتكلم على مبادرات رئاسيه اخرى. طبعا المبادره الرئاسيه حياه كريمه هي يعني تعتبر من المبادرات المتكامله. يعني ايه مبادره متكامله؟ مبادره فيها عنصر بشري، فيها بنية تحتية، فيها يعني جميع نواحي الحياة، الحياة الكريمة فعلا. فعندنا الصحة، عندنا التعليم، عندنا التدريب، عندنا التشغيل، عندنا الصرف الصحي، كذا كذا كذا. وبعدين بتوصل لي أو الهدف 4500 قرية. احنا انتهينا من المرحلة الأولى لحياة كريمة ومستمرين في المراحل المقبلة. برضو لو كله اطلع على خطة الدولة، والخطة يعني تم اعتمادها من مجلس النواب وموجودة في برنامج الحكومة اللي برضو تم مناقشته في مجلس النواب من أسبوعين، بنجد ان في انفاق استثماري مرصود في خطة الدولة 150 مليار جنيه لحياة كريمة للمرحلة الثانية. دي موجودة في قرى معروفة محددة. الجزء الثاني اللي مهم جدا ان في متابعة لما تم في حياة كريمة، وهنا عايزة يعني كل الموجودين يطلعوا على الموقع الإلكتروني للوزارة، لان الخطة فيها متابعة لمشروعات حياة كريمة. فده الجزء اللي هو خاص بالمبادرة. وحاجة تانية مهمة جدا لما بنتكلم على التعاون الدولي برضو مع مؤسسات مختلفة وعلى رأسها الأمم المتحدة بالوكالاتها المختلفة، بنجد أنه كتير جدا من البرامج والمشروعات اللي احنا صغناها معاهم موجودة في قرى حياة كريمة. فدي برضو نقطة في غاية الأهمية. ويمكن من سنة ونص في منصة الأمم المتحدة حياة كريمة أخذ يعني أحد المشروعات الهامة جدا دوليا في فكرة التنمية، يعني التنمية الاقتصادية اللي بنسميها integrated أو متكاملة للسبب اللي أنا اتكلمت عليه. في مبادرات رئاسية أخرى زي مبادرة يعني مصر خالية من فيروس سي، ودي برضو كانت يعني مبادرة في غاية الأهمية. وفعلا النهاردة لما بنقول إن فيروس سي مش موجود في مصر، كتير بشوفنا إن منظمة الصحة العالمية واخدة ده نموذج برضو لتعميمه في أفريقيا. فدي كانت مبادرة رئاسية في غاية الأهمية. عندنا 100 مليون صحة، عندنا أيضا المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة، وده وزارة التخطيط يعني بتنسق فيها مع وزارات أخرى، ويمكن مع المتحدة عندنا أيضا تعاون في موضوع تنمية الأسرة. وهنا تنمية الأسرة لأنها مش بس بنبص على النمو السكاني، ولكن بنبص على الخصائص السكانية. فدي برضو ليها بعد، ويمكن يبقى لينا مجال نتكلم على ده بالتفصيل إن شاء الله. احنا بس النهاردة هنبتدي الموسم المسرحي بتاعنا. احنا من الحاجات الجديدة اللي عملناها السنة دي ان احنا عاملين كذا مسرحية السنة دي في شهر اغسطس، وانا بدعو معالي الوزيرة انها تنضم لينا النهاردة نتفرج على مسرحية الشهرة، وان شاء الله كمان في 100 دعوة لحضراتكم ان انتوا تحضروا معانا ان شاء الله المسرحية النهاردة. شكرا جزيلا.